قوية جدا بالنسبة لنا، كنا محضرين المباراة الأولانية بالنسبة لنا، كنا مقسمينها شوط أول وشوط تاني، الشوط الأول كده يعني عملنا اللي إحنا كنا عايزينه. إن شاء الله المباراة الأولانية بكرة المباراة قوية، وأنا عارف إن الفرقة استعدلنا بشكل كويس، وإحنا برضه مستعدين بشكل كويس. وزي ما كنت شايف إحنا مبسوطين إن إحنا بنلعب في الأجواء اللي زي دي طبعا بالنسبه لنا الجمهور بتاعنا موجود، يعني كنا الفتره اللي فاتت ما كانش موجود، دلوقتي موجود في البطوله الافريقيه، ان شاء الله دي موجود برضه في الدوري. ان شاء الله بكره يبقى مباراه كويسه لينا وليهم، ان شاء الله نحقق اللي احنا عايزينه. كان على قد ما كنت فهمت ارد على حضرتك، بس احنا عامه الماتش اللي فات كان السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت برضه غيرت من الرضا برضه. موضوع الجمهور بالنسبة لي وبالنسبة للفرقة النادي الأهلي عامة واللعيبة اللي موجودة عندها خبرة كبيرة جدا من الماتشات اللي زي دي ودور الجمهور اللي زي دي. موضوع من وجهة نظر حضرتك أو من وجهة نظر حضرتكم اللي أثر عليها سلبي أو أثر عليها مثلا، مفيش الكلام ده. لما كنتش بقول إحنا ما نخافش، مفيش حد لعب في أجوالي قبل كده ويكون خلاص اتعود عليها وبيلعب فيها ما بيخافش، الموضوع كله بقى ظروف ماتش مش اكتر. يعني عندنا ماتش بكره مركزين في الماتش، مركزين ومركز في اللي ورا، اللي ورا خلاص احنا نسيناه ونفكر في بكره. بس اقدروا مين اكيد اكيد احنا بنتكلم في ماتش بكره، احنا ما بنتكلمش في اللي فات خلاص يا جماعه، احنا اللي فات خلاص احنا بنتكلم في بكره. اكيد المباراه قويه بكره، وهم فرقه فرقه محترمه جدا، واحنا قابلنا الماتش الاولاني ظهر بشكل كويس جدا، واحنا عندنا مباراه قويه جدا بكره. واحنا بالنسبه لنا نجهز المباراة، وأهم حاجة بالنسبة لنا احنا جايين عشان نصعد طبعا، أهم حاجة نطلع والبلدان المبروك الخسران المنظر كله، أهم حاجة نطلع بشكل كويس، أهم حاجة اللي يصعد دور المبروك واللي يصعد دور المنظر، بس مش أكتر يعني مش أكتر. بصراحة أنا لعبت هنا في المدرسة كتير، بصراحة أنا بستمتع بالجمهور اللي موجود، بصراحة الرجاء كان مع الورد في كاس العالم للانديه، بصراحه الجمهور المغربي يعني معروف في العالم كله مش في افريقيا بس. وبالنسبه لي الجمهور بقى في المغرب طبعا، يعني بالنسبه لي بقى الجمهور بالنسبه لي بكون مستمتع واللعيبه بتكون مستمتعه، خلاف اللي بيقول ده انتوا خايفين، لا اللعيبه بتبقى مستمتعه جدا بالجمهور. وبحضور الجمهور بالنسبه لنا يعني دي حياه للكوره، يعني اللعيبه كلها بتحب يكون في الاجواء دي، بتكون موجوده بالجمهور، اللعيبه بتحب تلعب بشكل. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.